بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم موضوع في اللوجيك ديزاين. راح نحكي عن كارل مابس طبعا واستخدامها في عمليات اختصار البوليان فانكشن أو لوجيكال فانكشنز. طبعا ممكن احنا نستخدم صيغة جمع المضاريب أو صيغة ضرب المجاميع اللي هي sum of products or products of sums. طبعا ممكن احنا نحدد طريقة من هذه الطرق، وحكينا احنا مرة سابقة انه سواء استخدمت sum of products أو product of sum راح يعطينا ايش نفس الجواب. طبعا الكارمو ماب عدد هي عبارة عن ماتريكس، أو ممكن تكون أكثر من ماتريكس. عدد العناصر عادة في الماتريكس يعتمد على عدد الفاريبلز. إذا كان عندنا عدد الفاريبلز مثلا 2 معناها الماتريكس بتكون 2×2. إذا كان عدد الفاريبلز 3 معناها الماتريكس راح تكون فيها 8 عناصر اللي هي 2×4. إذا كان الفاريبلز 4 معناها 16 بتكون 4×4. ممكن نستخدم كارنو ماب لاختصار بوليان فانكشن تعتمد على 4 متغيرات او 5 او حتى لغاية 6 اللي راح نشوف. طبعا ناخذ الكي ماب اذا كان عندنا 4 فاريبلز. طبعا المتغيرات هي A, B و C و D تنظم بهذا الشكل. طبعا هون راح تكون المين تيرمز، أي من تيرم 0, 1, 2, 3 إلى آخره. نحكي عن صيغة اللي هي sum of products، معنى هذا الـ M0 بيكون عبارة عن A prime, B prime, C prime, D prime. آخر واحد مثلا M15 راح يكون عبارة عن واحد 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 اللي هو A B C D. طبعا العملية الاختصار تعتمد على مبدأ التجاور في الوانز هون. طبعا إذا كان two ones متجاورين معناها راح يختصر variable، إذا أربعة ones معناها نختصر two variables، إذا ثمانية ones معناها راح نختصر three variables. طبعا عملية التجاور في أمثلة هون مثلا هذول الأربع ونز متجاورات معناها ممكن نختصرهم، هذول راح يطيروا إيش two variables. هاي الواحد وهذا الواحد وهذا الواحد وهذا الواحد متجاورة، وبالأخضر هون برضه متجاور أربع ونز. هاي الشكل اللي بعده في عندنا الأزرق هذا أربعة ونز هذول متجاورات، الأحمر أربعة ونز هذول متجاورات، الأخضر أربعة ونز إيش مالهم متجاورات. نأخذ مثال مثلا لو كان عندنا البوليان فانكشن أو لوجيكال فانكشن F. هاي اللي بتعتمد على المتغيرات المنطقية A و B و C و D، وماخذ المين تيرمز M0 M1 M2 M4 M5 لغاية M6 M8 M9 M12 M13 M10. طبعا ناخذ كل مين تيرمز هون وبنحطه في، طبعا هون عندنا اربع فاريبلز معناها الكي ماب راح تكون عبارة عن 4×4 بهذا الشكل. راح تكون عندي A, B, C, D. طبعاً الـ A بهذه المربعات الثمانية بتكون عبارة عن A prime، المربعات الثمانية تحتها بتكون عبارة عن إيش A. بالنسبة للـ B طبعاً الـ B عندنا في الأربع مربعات هاي بتكون B prime، وبالأربع مربعات هاي بتكون B prime، الثمان مربعات هاي بتكون إيش عبارة عن B. بالنسبة للسي، السي ملاحظ 0 0 معناها في الأربع أو الثمان مربعات هاي بتكون سي برايم، وفي الثمان مربعات الثانية بتكون عبارة عن إيش سي. بالنسبة للدي، الدي عندنا 0 1
واحد صفر، بمعنى آخر في هاي المربعات الثمانية بتكون عبارة عن دي، والمربعات الثمانية الأخرى هاي الأربعة، وهاي الأربعة بتكون إيش ممثلة أو ممثلة لإيش؟ لدي برايم. فبناخذ عندنا من تيرمز ام زيرو، طبعا ام زيرو هو عبارة عن إيش؟ صفر 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 لي اي برايم بي برايم سي برايم دي برايم. هاي حطينا إيش؟ الواحد. بعدها بناخذ الام واحد، ام واحد عبارة عن صفر 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 واحد، هاي صفر 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 واحد، هاي حطينا واحد. بعدين ام تو، ام تو عبارة عن صفر صفر واحد صفر، هاي صفر صفر واحد صفر، هاي حطينا واحد. بعدين ام فور عبارة عن صفر واحد صفر صفر، هاي صفر واحد صفر واحد صفر صفر، حطينا الواحد. بعدين ام خمسة عبارة عن صفر واحد صفر واحد، الخمسة هاي صفر واحد صفر واحد، حطينا الواحد. الستة عندنا صفر واحد واحد صفر، هاي صفر واحد واحد صفر، حطينا الواحد. بعدين الثمانية عبارة عن واحد زيرو زيرو زيرو، هاي واحد زيرو زيرو زيرو، حطينا الواحد. بعدها عندنا التسعة عبارة عن واحد زيرو زيرو واحد، واحد زيرو زيرو واحد، حطينا الواحد. بعدين عندنا الاثناش عبارة عن واحد واحد زيرو زيرو، هاي واحد واحد زيرو زيرو. بعدين الثلاثاش، ثلاثاش عندنا واحد واحد زيرو واحد، أي واحد واحد زيرو واحد. آخر شيء العشرة عندنا، العشرة واحد زيرو واحد زيرو، أي واحد زيرو واحد زيرو. أوريدي صار عندي الكارنو ماب أو الكي ماب جاهز بالمين تيرمز، بالمين تيرمز إيش المحددة، أو ممكن أستخدمها لاختصار الفانكشن. طبعا هاي الوانز راح تكون اللي هي المين تيرمز، الزيروز هاي راح تكون ايش الماكس تيرمز، بمعنى اخر ممكن انا اخذ الزيروز هون، بس خلينا احنا نمشي على الوانز. نمشي على الوانز. طبعا لو اخذت الماكس تيرمز هذول اربعه بيختصروا مع بعض، وهاي تختصر مع بعض. خلينا اول شيء ناخذ ايش المين تيرمز. طبعا المين تيرمز اللي بالأزرق هذول الثمانية رايحين يختصروا، ورايحين يطيروا إيش ثلاث متغيرات. شو المتغيرات اللي راح تطير للثمانية هذول؟ طبعاً الـ A والـ A برايم جيات مغطياتهم، معناها الـ A راحت. بالنسبة للـ B برضه الـ B راح تروح. بالنسبة للـ C الثمانية وقعات في إيش؟ في C برايم، إذا راح يعطيني إيش الحد C برايم. بالنسبة للـ D، الـ D أربعة منهم وقعات في هاي عندنا الـ D، أربعة وقعات في الـ D برايم، وأربعة وقعات في الـ D، معناها الـ D برضه هي الأخرى إيش بتروح، بصفي عندي أنا إيش C برايم. هلأ أخذنا هذول الأربعة، طبعاً إحنا يفترض نغطي كل الونز، طبعاً مرة واحدة بنأخذ التغطية، إلا إذا احتجنا مثلاً عملية تغطية بواحد مستخدم. ممكن مثلاً عندنا هذول الأربعة اللي بالأخضر، هذول الأربعة بالأخضر متجاورات، ممكن نختصرهم، نختصر والأربعة راح يطيروا إيش متغيرات اثنين. ها هنشوف شو اللي بروح. بالنسبة للـ A هذول وقعات في الـ A برايم، وهذول وقعات في الـ A، إذا الـ A بتروح. بالنسبة للـ B هذول الوقعات في B برايم، وهذول وقعات برضه في B برايم، إذا B برايم راح أظل. بالنسبة للـ C، السي هذول الاثنين توينز هذول وقعات في سي برايم،
وهذول التوينز وقعت في السي، إذا السي ما لها بتروح. بالنسبة للدي هذول اثنين واقعين في دي برايم، وهذول اثنين واقعين في دي برايم، إذا ظل عندنا ايش؟ دي برايم. ظل عندنا هذا الون وهذا الون. طبعا هذول الونز ممكن نختصرهم الأربعة، هذول يكونوا متجاورات اللي هم بالأحمر، فبنختصر راح طلع عندنا A برايم ايش؟ D برايم. إذا الاقتران بعد عملية الاختصار راح يكون عبارة عن C برايم زائد B برايم D برايم زائد A برايم ايش؟ D برايم. بإمكاني أنا آخذ هذول الأربعة مع بعض اختصرهم، هذول الأربعة كلهم واقعين وين؟ كلهم واقعين بالنسبة للـ A، A راح تروح. بالنسبة للبي، البي راح تروح. بالنسبة للسي، هذول واقعين وين؟ في الزيرو. زيرو هذول كلهم واقعين في السي، إذا بأخذ سي برايم هون لأنها إيش؟ الصفر، وزائد إيش؟ هذول الأربعة واقعين في الدي، بأخذ سي برايم زائد دي برايم. الحد الثاني هذا نفس الشيء بنطلعه، بطلع عندي الحد الأول والحد الثاني بضربهم في بعض نهاية المطاف راح يعطيني إيش؟ نفس ال طبعا بدها إعادة تنظيم راح يطلع عندنا إيش؟ نفس الجواب. خلينا إحنا نختصر الحكي هلا عن السم اوف برودكتس، لأنه نفس الآلية اللي حكينا عنها بالسابق هي ممكن أنا أستخدمها في الـ product of sum. ما دام اثنين بيعطونا نفس الجواب ما في مشكلة، بس تعرف انه من هون الـ K map انه الـ sum of products هي عبارة عن الـ ones هذول كلهم، الـ product of sum عبارة عن ايش؟ الـ max term اللي هم عددهم خمسة هذول. بالنسبة للـ five variables راح يكون عندنا المتغيرات اللي هي A B C D E. طبعا هون الخمس متغيرات راح نحتاج إلى مصفوفتين، عدد العناصر فيهم 32 اللي هي 2 أس 5. طبعا الـ A برايم واقع في هذول ال 16، الـ A بتكون واقعة في إيش؟ في هذول ال 16. هلا ما ينطبق على الهاي بالنسبة للبي سي ودي اي، طبعا هون بدها تكون البي برايم، هون بدها تكون ايش؟ البي. بالنسبة للسي هاي الأربعة سي برايم وهاي الأربعة سي برايم، هذول الثمانية مالهم سي. بالنسبة للدي، دي عندنا صفر صفر، معناها هذول طبعا في المقابل المصفوفة الثانية أخرى. يعني بالنسبة للدي هاي صفر صفر هون، والدي هون صفر صفر، بمعنى آخر دي برايم راح تكون في الثمانية هذول وفي ايش؟ ثمانية ايش هذول. بالنسبة للإي، الإي عندنا الإي عندنا هاي صفر وهاي صفر، معناها في هاي الأربعة وفي هاي عفوا في هاي الأربعة وفي هاي الأربعة بتكون E برايم، في هاي الأربعة وفي هاي الأربعة بتكون إيش؟ برضه E برايم. بالنسبة للـ E في هذول الثمانية راح تكون القيمة E، وفي هذول الثمانية راح تكون القيمة مالها إيش؟ E. طبعا هون العناصر التجاور ممكن في تجاور 2 4 8 16. طبعا اذا كانوا 32 كلهم معناها قيمه الفانكشن بتكون ايش؟ واحد. احنا بنقول التجاور على اساس اما بكون 2 من تيرمز او 4 او 8 او ايش 16. 2 بيختصروا متغير، الاربعه بيختصروا متغيرين، الثمانيه بيختصروا ثلاث، ال 16 بيختصروا ايش؟ اربعه. اذا 32 كلهم متجاورات راح يختصروا كلهم وتظل قيمه الفانكشن مالها F. هون في أمثلة على التجاور. طبعا
المصفوفة هاي إذا بدك شنو كأنك بدك تمسكها وتطبقها على هاي، بمعنى هذا العنصر ينطبق على هذا العنصر، وهكذا كأني بدي أحطهم فوق بعض، فهذا العنصر مجاور لهذا العنصر، هذا الأخضر مجاور للأخضر، هذا الأحمر مجاور لإيش للأحمر. هاي إذا كان في عندي groups of two elements، ها مثلا groups of four، الأحمر هذا والأحمر هذا والأحمر هذا والأحمر هذا، هذول الأربع متجاورات. بالنسبة لهذول الأزرق الأربع برضه إيش متجاورات. ممكن يكون لي group of eight elements، هذول بالأحمر مع الأحمر، هذول عبارة عن ثمانية من terms متجاورات. الأزرق هذول برضه ثمانية إيش من terms متجاورات. Group of 16 elements مثلا، هذول الثمانية والثمانية هذول متجاورات، صار عدد من تير متجاورات ايش 16. هذول مثلا في الوسط مع هذول في الوسط ما لهم متجاورات، هذول مع هذول ايش متجاورات. هون في عندنا مثال على الاختصار، عندي ال بوليان فانكشن تعتمد على خمس متغيرات اللي هي A B C D E، وهي معطى عندي المين تيرمز. طبعا الخطوة الأولى بنحط المين تيرمز في الجدولين، طبعا هون الباينري نمبر راح يكون عبارة عن خمسة، فالزيرو هي عبارة عن خمسة زيروز، طبعا هاي زيرو وهاي أربعة زيروز مع هذا الون. مثلا عندنا الواحد وثلاثين، الواحد وثلاثين هي عبارة عن خمسة ونز، خمسة ونز، فبديكون عندنا هاي الون، وبديكون عندنا ون 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 ون، هاي الإيش الواحد وثلاثين. طبعا بنفس المنهجية مثلا اثنين، عندي اثنين عبارة عن ثري زيروز ون زيرو، وبتكون هون، وبيكون عندي 0 0 1 0 0 0 1 0، هاي اللي هي المين تيرم رقم ايش 2. وهكذا بنتعامل مع المين تيرمز الاخرى. طبعا بعد ما حددنا المين تيرمز نشوف هلا كيف عمليه ايش الاختصار. عمليه الاختصار هذول الصفر الواحد واحد الواحد واحد ما لهم متجاورات. بالنسبة للأحمر هذول الأحمر، هذا الواحد وهذا الواحد وهذا الواحد وهذا الواحد ما لهم متجاورات. بالنسبة للأكبر هذول الأربعة هذول متجاورات. ظل عندي هذول الاثنين، هذول الاثنين ما لهم متجاورين. راح يطلع عندي الاقتران اللي هو F بتساوي A برايم C برايم E برايم زائد C برايم D برايم E برايم زائد B برايم C E زائد A B C A B D E. A B D E راح يعطيني هذا هاي، لأنه هذول تو ونز بيختصروا إيش؟ بيختصروا متغير واحد. المتغير واحد طبعا هذول اثنين وقعت في الإي، إذا بدي يعطيني إيش إي. بالنسبة للبي، بالنسبة للبي هذول اثنين واقعين في البي، هاي بي. بالنسبة للدي، بالنسبة للدي هذول اثنين، هاي الدي عندي واقعات في الدي. بالنسبة للإي الاثنين هذول برضه واقعين في الإي، أعطاني المتغير أو الحد A B D E. هاي إذا كان عندنا إيش خمس متغيرات. إذا كان عندنا ست متغيرات six variables، راح يكون عندي أربع مصفوفات، أربع مصفوفات طبعا بده يكون عندي في بهذا الشكل المصفوفات مرتبة. طبعا سي دي اي اف هاي بنطبق عليهم ما ينطبق على الفور variables. ظل عندي أرتب عن الاي والبي، طبعا في هاي المصفوفة بده يكون عندي اي برايم بي برايم، في هاي المصفوفة بده يكون عندي A برايم B، هاي المصفوفة بده يكون عندي A B برايم، في هاي المصفوفة بده يكون عندي A B.
طبعا هو عدد العناصر او القيم راح تكون من صفر لا ايش 63. فهذا المين تيرمز 0 ام 0، هذا الام تيرمز ام 1، هذا الام تيرمز مين تيرم ام 16، هذا المين تيرم ام 37، هذا المين تيرم 58، هذا المين تيرم ايش 63. طبعا نفس الشيء راح في تجاور هون، تجاور طبعا ممكن ان عملية تجاور تكون 2 ونز، ممكن تكون 4 ونز. طبعا 2 ونز راح يروح متغير، 4 ونز راح يروح متغيرين 2، 8 ونز بيروحوا 3 متغيرات، 16 ونز بيروحوا 4، 32 بيروحوا 5، و64 بيروحوا كلهم بتصفي قيمة الإلكترون مالها always 1. هون في أمثلة على عملية تجاور. تجاور هون ال16 عنصر متجاورات اللي بالأحمر هذول، طبعا نفس الشيء بدك تأخذ هاي المصفوفة تركب على هاي، بعدين هاي تركبها فوق هاي، بعدين هاي تركبها على بالفوق. فهذول بالأحمر الأربعة هذول والأربعة هذول والأربعة هذول والأربعة هذول عددهم 16، هذول يختص متجاورات بعتبرهم، وإذا اختصرناهم راح يطيروا إيش 4 متغيرات. طبعا شو الأربع متغيرات اللي راح تروح؟ الـ A راح تروح لأنه هذول الأربعة في A برايم، هذول الأربعة في A برايم، هذول الأربعة في الـ A، وهذول الأربعة في الـ A، فثمانية في الـ A برايم وثمانية في الـ A، الـ A بتطير. بالنسبة للـ B هذول الأربعة في B برايم وهذول الأربعة في B برايم، هاي ثمانية صار عندي في B برايم، هذول الأربعة وهذول الأربعة في وقعات في B، إذا B راح تروح. بالنسبة للـ C، الـ C هذول واقعين في سي برايم في سي برايم في سي برايم في سي برايم في ايش سي برايم، فراح اصفي هذول ال 16 بعطوني ايش سي برايم. بالنسبة للدي، الدي هذول الأربعة هذول الاثنين وهذول الاثنين وقعات في دي برايم، هذول الاثنين وهذول الاثنين وقعات برضه في دي برايم، هذول دي برايم راح مالها تظل. بالنسبة للـ E، الـ E هذول هذا واقع في E وهذا واقع في E برايم، إذا راح تروح الـ E. بالنسبة للـ F، الـ F هون 0 0 هذول وقعات، هذول 0 0 F برايم راح يصفوا لنا هذول كلهم F برايم. الأزرق نفس الشيء، هذول عبارة عن 16 elements، وهذول 16 elements متجاورات ممكن أستخدمهم برضه في عملية إيش الاختصار، وال 16 هذول بعتبرهم الأزرق متجاورات وراح يطيروا برا، والأخرى أربعة إيش حدود ذول الحدين. طبعا هون عندنا مثال أن ال F بتساوي sum of products M0 زائد ام 2 زائد ام 8 زائد ام 9 الى اخره زائد ام 63. طبعا هون ال 63 اللي هي بتحتاج الى 5 بت ترميز، اذا بيكون عندنا 5 متغيرات، او بمعنى اخر اف تعتمد على 5 متغيرات منطقية. نفس المبدأ بنعملها بهذا الشكل، ونبدأ في عملية وضع ام 0 مثلا. ام 0 عبارة عن 5 زيروز، فهي عندنا ايش الام 0. مثلا عندنا ام 63، ام 63 عفوا ال 6 زيروز مش 5، 6 متغيرات. نعم الام 63 هي عبارة عن 6، هي الام 0 عبارة عن 6 زيروز، والام 63 عبارة عن 6 ونز. 6 ونز بدي اخذهم، وين بتيجي 6 ونز؟ هاي ال6 ونز هون راح تجي، لانه هاي A وهاي B
وبعدين عندنا هاي ال سي والدي، السي والدي، بعدين عندنا الاي والاف، فبتيجي ايش؟ مثلا ناخذ العنصر مثلا 24. طبعا 24 ممكن تحولها باينري، ال 24 عبارة عن صفر صفر واحد واحد، قدامها ايش؟ ثلاث اصفار. فمن هون بنحطها في الماتريكس المعين هون، و ندخل كافة المنتير الموجودة هو بنفس الآلية في هذا الجدول أو في هاي الماتريسيز أو في هاي المابس، وبنبدأ عملية الاختصار على أساس نشوف شو عندنا إيش متجاور. هلا عندنا هذول الخضر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. هذول المتجاورات، وراح 16 يختصروا لنا أربع متغيرات ويطلعوا لنا حد واحد اللي هو طبعا الحد بدنا نرجع نشوفه. طبعا بالنسبة للإيه، الإيه هذول الأربعة وهذول الأربعة وقعات في إيه برايم، وهذول الأربعة وقعات في A برايم، هذول بمعنى آخر الثمانية هذول وقعات في A برايم، الثمانية هذول وقعات في الـ A، إذا الـ A بتروح. وهكذا ممكن إحنا نكمل بالنسبة للـ B. هلا هذول الثمانية هذول وقعات في B برايم، وهذول الثمانية القدر هذول وقعات في B، إذا B راح تروح. بالنسبة للـ C، طبعا هذول السي عندنا هون صفر مظبوط، هذول اثنين وقعات في سي برايم، هذول 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 أبنون هذول وقعات في سي برايم، نعم هذول في سي برايم، هذول الأربعة وقعات في سي، إذا سي راح مالها تروح. بالنسبة للدي، هاي دي عندنا الزيرو هون، هذول وقعات في دي برايم دي برايم، هذول وقعات دي برايم دي برايم، هذول دي برايم دي برايم، هذول دي برايم دي برايم، إذا دي برايم راح تظل. ونيجي للإي نفس المنطق، والإف نفس المنطق، بنطلع إيش الفانكشن إيش المختصر او البوليان فانك المينيمايز ايش بوليان فانكشن، على اساس هاي البوليان فانكشن اللي ممكن بتمثل اداء لدارة تجميعية، على اساس نمثلها بالدارات المنطقية. اذا كنا بصدد احنا ايش بناء دارة تجميعية. طبعا يعطيكم العافية ولنا ايش لقاء.